أنواع القراءة السريعة. أهدافها واستراتيجياتها. هناك أنواع وحالات قرائية تتطلب سرعة فائقة في القراءة، من أشهرها قراءة التمشيط، قراءة الانتقاء، قراءة التصفح والاستطلاع، قراءة النصوص الوظيفية، القراءة على شبكة الإنترنت. أولا، قراءة التمشيط هي نوع سريع جدا من القراءة تستخدم للبحث عن معلومات صغيرة ومحددة، إذ قد يكون لدى القارئ سؤال معين يريد الوصول إلى إجابة عنه، وهنا لا تكون قراءة النص بأكمله مطلوبة أو مهمة، لأن القارئ يبحث عن إجابة محددة. وتتم هذه القراءة عبر القفز فوق الكلمات والجمل، إذ يكفي أن يمر عليها القارئ مرور الكرام. وخير مثال على ذلك البحث في دليل الهاتف، وهنا لا تكون قراءة الدليل بطبيعة الحال مهمة أو ضرورية، بل قد نضطر للمرور سريعا على بعض الأسماء القريبة من الاسم المطلوب أثناء البحث عنه هجائيا. كذلك الأمر بالنسبة إلى البحث في معجم عن معنى مفردة ما، أو البحث في موسوعة عن تعريف بمصطلح من المصطلحات، وكذلك البحث في كتب التراجم والسير. وتسمى هذه القراءة أيضا قراءة التقاط المعلومات، لأنها تتركز حول قراءة محددة للحصول على معلومات محددة مرغوبة نحتاجها من بين معلومات كثيرة. وتتطلب قراءة التمشيط معرفة بطريقة البحث في المعاجم والموسوعات والأدلة، كما تتطلب التركيز والتوجيه نحو الهدف مباشرة. إن قراءة التمشيط نوع من القراءات السريعة تتفاوت في سرعتها تبعا للمادة المقروءة وحاجتنا منه. ثانيا، قراءة التصفح والاستطلاع. التصفح هو قراءة سريعة جدا تساعد على تحصيل معلومات كثيرة بسرعة، فعندما يتصفح القارئ كتابا أو مقالا في مجلة فإنه يأخذ فكرة سريعة عنه قصد الخروج بأجوبة عن أسئلة محددة حول الموضوع، منها على سبيل المثال: هل هذا الكتاب مناسب للشراء والاقتناء؟ هل هذا الموضوع تهمني قراءته قراءة مكثفة مركزة؟ ما رأي المؤلف فيه؟ ما غرضه من كتابته؟ ما فكرته الرئيسة؟ وتتلخص الغاية الأساسية من قراءة التصفح في إلقاء نظرة عامة على النص أو الكتاب أو المقال لمعرفة موضوعه، وأخذ فكرة عن نوع القراءة التي يحتاجها. فإذا طلب منك قراءة كتاب ما في وقت محدد، ماذا تفعل؟ إنك تقوم أولا بتصفحه، فقد لا يكون لديك الوقت الكافي لقراءته قراءة مركزة. ولتطبيق قراءة التصفح تطبيقا صحيحا يمكن اتباع التوجيهات التالية: 1- انظر إلى صفحة العنوان والمقدمة، اقرأ كل منهما بسرعة دون التفات إلى التفصيلات، وعند إتمام هذه العملية يكون قد تكون لديك فكرة عامة عن الكتاب. ادرس فهرس المحتويات لمعرفة العناوين الرئيسة والفرعية التي يعالجها. إن الفهرس هو دليل الكتاب، والمؤلف بذل جهدا خاصا في وضعه.
انظر إلى قائمة المصطلحات وإلى ملخص الكتاب وقائمة المراجع، فهي تسلط الضوء أيضا على الموضوع برمته بصورة مفيدة. اطلع بسرعة على فصول الكتاب وحدد ما إذا كان الكاتب يمهد لفصوله بكتابة أهدافها أو ينهي كل فصل بملخص صغير، فعندما يوجد ذلك فإن قراءته تغني عن قراءة الفصل بكامله. تفحص الرسوم والصور والجداول وحدد وظيفتها. اقرأ بعض فقرات الكتاب مختارة من هنا وهناك عدة فقرات لا أكثر لتعرف لغة الكاتب وأسلوبه. ثالثا، قراءة الانتقاء. عندما تشتري صحيفة أو مجلة أو تطلع على كتاب ضخم أو ديوان شعر أو تتصل بالإنترنت، فإنه من غير المحتمل أن تقرأ كل شيء، وإنما ستبحث في أي منها عن مادة مناسبة تنتقيها للقراءة. إن بعض الموضوعات يشدك إلى قراءته بسبب عنوانه المثير أو جودة المقدمة أو بسبب معرفتك بكاتبه أو اهتمامك الشخصي بالموضوع، وبالتالي ستتوقف عنده لقراءته، في حين تتجاوز الموضوعات الأخرى أو تكتفي بقراءة عناوينها. ومن الأفضل لك ألا تتوقف عند المادة المنتقاة لقراءتها فورا، بل ضع إشارة عندها أو احفظ موقعها واستمر في تصفح الكتاب أو الصحيفة حتى إذا انتهيت من التصفح. عد إلى المادة أو المواد المنتقاة وقم بقراءتها قراءة متأنية. إننا في القراءة الانتقائية نقوم بعملين: التصفح السريع لانتقاء مادة مناسبة للقراءة، قراءة المادة قراءة متأنية. رابعا، قراءة النصوص الوظيفية. عندما تكون موظفا أو رجل أعمال فإنك سوف تحاصر بعدد من الرسائل والتقارير والطلبات والشكاوي والمعاملات والعروض التجارية وبطاقات الدعوة والإعلانات إلى غير ذلك من المواد المكتوبة التي تكون قراءتها جزءا من واجباتك اليومية ووسيلة للحفاظ على تميزك وعلاقاتك وحتى في حياتك العامة. قد تتبادل الرسائل بينك وبين أهلك وأصدقائك. ورغم ضخامة المواد المكتوبة التي تواجهك يوميا، إلا أنه من حسن الحظ أن هذا النوع من المواد يتبع نمطا معينا في تنظيم النص، ويساعد على ذلك التعرف على البنية الفنية للنص الوظيفي، فيجيب عن 5 أسئلة: من، ماذا، لماذا، متى، أي. من يقصد بها الكاتب، المرسل، الشخصيات ذات الأهمية. ماذا الموضوع، ماذا يريد المرسل، ما الرسالة. لماذا، السبب الذي دفع المرسل إلى كتابة الرسالة أو الهدف من الرسالة. متى، الزمن أو الموعد. أين، المكان. وعندما تقرأ فإنك تتجه مباشرة إلى التقاط إجابات تلك الأسئلة 5، وتقفز عن أي تفصيلات إضافية خارج حدود الإجابة. خامسا، القراءة على شبكة الإنترنت. تعد شبكة الإنترنت واحدة من أعظم وسائل توفير الوقت في عصرنا، فهي تمكنك من الوصول إلى معلومات عن أي موضوع تبحث عنه وأنت في مكانك، وتساعد على الاستفادة من المادة المعرفية الضخمة المنتشرة فيها. وتوفير الوقت يعني أيضا توفير المال.
إنك تستطيع البحث عن أي معلومة بالاستفادة من خدمة البحث على الإنترنت، فبمجرد البحث ستحصل على قوائم وعناوين المواقع المناسبة لهدفك، ويبقى عليك تحديد أيها هذه المواقع أقرب إلى هدفك لفتحها وتصفحها، وتستطيع طبع المعلومات أو تخزينها. وبمجرد أن تعثر على ارتباط تظن أنه يشير إلى المعلومات التي تريدها، عليك أن تتساءل عن المعلومة، هل هي صحيحة أم لا؟ فالإنترنت ليس خاضعا للرقابة، ولا يوجد قانون يفرض على مؤلفي صفحات الإنترنت أن يراعوا دقة المعلومات التي يعرضونها، بل إن أي مستخدم للشبكة يستطيع إضافة معلومات أو بحوث أو نصوص إلى بعض المواقع. ولذا على القارئ أن يتأكد من المعلومة ويتأكد من الموقع الذي يعرضها، ومن هو كاتبها، وما هي مرجعيته، وهل هدف الصفحة التعليم والتثقيف أم الدعاية وجمع المال، وغير ذلك من التساؤلات. والأفضل أن تقرأ الصفحات التي قام بوضعها مؤسسات وأفراد معروفون. هذه 5 حالات نحتاج فيها إلى القراءة السريعة، ويمكننا إضافة حالات أخرى مثل ضيق الوقت المتاح للقراءة، وضخامة المعلومات التي نريد الوصول إليها، والرغبة في متابعة ما ينشر يوميا في الصحف والمجلات وشبكة المعلومات.